الله عز وجل في القرآن خبر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نصر الله نبيه يوم بدر، لكن الذين شهدوا بدرا لم يكونوا كل الصحابة، فإن أقواما منهم فاتهم يوم بدر. فلما كان يوم أحد رغب النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر ألا يخرج إلى قريش، لكن كثيرا من فتيان أهل المدينة ورجالها ممن لم يشهدوا بدرا أحبوا أن يخرج النبي لملاقاة العدو، فقبل النبي مشورتهم وخرج إلى أحد. لكن لما التقى الجيشان في أول الأمر كانت الغلبة للمسلمين، قال الله عز وجل: إذ تحسونهم بإذنه، والحس أعظم القتل. ثم كان ما كان من نزول الرماة من الجبل، فالتفت خالد بفرسان قريش من وراء الجبل حتى أصبح المسلمون ما بين رجالات قريش ومشاتها وما بين فرسانها بقيادة خالد. هناك تغير الحال واضطر بعض المسلمين من الرجال الذين كانوا يتمنون أن يشهدوا أحدا انحازوا إلى الجبل وصعدوا إليه. قال الله عز وجل لهم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي أنكم أنتم طلبتم هذا الأمر وسألتم أن يلقى الله بكم عدوكم وطلبتموه، والمقصود بتمني الموت تمني أسبابه. فالرماح إذا أسرعت والسيوف إذا سلت والسهام إذا نصبت كل ذلك دلالة حضور الموت، لأن ساحة المعارك والوغى إنما هي مظنة الموت لا محالة. فعبر الله عز وجل عنها بقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالمسلم لا يعرض نفسه للفتن ولا يسعى إليها ولا يحاول أن يعرف قدر إيمانه، وإنما يسأل الله عز وجل العافية. قال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: يا عماه سل الله العافية، يا عماه سل الله العافية. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل من أهل زمانه كان يقول أبيات شعر يختمها بقوله، يخاطب ربه يقول: كيفما أردت فامتحني، يسأل الله عز وجل أن يبتليه حتى يظهر صدق إيمانه. فابتلاه الله عز وجل بعسر في البول، فكان يتعذر عليه أن يتبول، فكان يمر ذلك الرجل الذي كان يسأل الله أول الأمر أن يبتليه كان يمر على الصبيان في مكاتبهم ومن يحفظون القرآن ويقول لهم: ادعوا لعمكم المفتون، أو كلمة نحوها، والمقصود أنه ندم على ما كان منه. فالمؤمن لا يعرض نفسه للفتن ويسأل الله العافية والثبات، ويقول كما علمنا نبينا عليه السلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.